حسني بخط الوالد. أيوة صح صح. وهذا انت قريبه ام حفيده ام نسيبه؟ هو على طول لا ما شاء الله هو كان له مقام ومحبة وكان عاشق لأهل البيت والصحابة والسادة الصوفية. والدي نفس الصورة ونفس الصورة وصغير كده زين. هو أين درس الشيخ حسني؟ في الأزهر الله. وبعدين أصول دين هذا أيام الجنتلة طقف قبل الدروش الأزهر وأصول الدين ما شاء الله ما شاء الله يا رب يا رب. وهو اصلا كان ما شاء الله مددنا. اي والله ذكرنا بوصاياه. ماذا اوصاكم سيدي؟ اسمك الكريم جمال الشكيبان. ماذا وصاكم وهل مجلس كان عمل طبعا على طول ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام سؤالنا يا عم ابو علي مدد وذكر الاحبه كلهم. منو خلفه بالطريق هو اسكندرية؟ اسكندرية في كان في بس طريق تاني في تبع الجزار عائلة الجزار يبقى زوج عمتي الله. زوج عمتي على طول ما شاء الله كان هناك لهم يعني جلسات روحانية الحمد لله. وبرضه في منزل حسن شكبان برضه في جلسات. هو ساكن بأي مدينة؟ في اسكندريه. اي مدينه؟ اي قريه؟ لا اصلا هم من قوه بلد جنب السوق. سوق مدينة سيدي ابراهيم الدسوقي جنب السوق لكن استقروا في اسكندريه. مدد مدد زي بسالك منو غير سيدي المرتضى العباس الزهري؟ سيدي جابر زناهم الوالد سيدي سبع جابر هو لان كان عم حسني ساكن في منطقه كليوباترا صح بجوار سيدي جابر. منو في غير هذول الاولياء في اسكندريه؟ في اسكندريه في عندك الاباصيري وفي السيدي المرتضى العباس وابو العزايم وسيدي بعد البوصيري غير الاباصيري. سيدي بشر في الاباصيري وسيدي البوصيري غير. سيدي بشر عندكم ولا في المنوفيه؟ لا اسكندريه. شبل صح في المنوفيه. اسكندريه. مدد مدد. الوالد كان يقول اللهم ادم ديام رضواني عليهم ومدنا بالاسرار. وان شاء الله وعدنا بزياره قبر الوالد وان شاء الله يحضر المجلس القادم مبكر. سيدي عنده حاجه بس مستحيل يوم الخميس خلي يقول. هذا باب الحوائج. يلا انا كان بس انا معايا من الاهل بس ان شاء الله. قلت في حاجه في حاجه ان شاء الله كان في بقى انا يعني اذا تكرم لان كان عندي ابن اخويا ابن اختي هو اصلا يعني حقوق درس حقوق محامي مثل الاستاذ بس هناك. بدنا لو نقدر لان هو اهله زي ما تقول كان والده كان هنا صح. وهو كان هنا بيجي بيشتغل صح. فترات وقت يعني الدراسه. هو الحين في دوله الكويت هنا الحين؟ لا للاسف هو في تعال انا وياك نسجد سجده في ديوان السيد يوسف الرفاعي يا رب. وان شاء الله امنياتنا وامنياتكم كلها تتحقق. مدد يا ابو يعقوب الرفاعي لقواض حوائج الناس كلها في الكره الارضيه. مدد فاسجدوا لله ورب.